السلام عليكم. سياسيون ورجال سلطة ومنتخبون كبار استفادوا من بقع أرضية خارج القانون. كشفت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن رقم خيالي يتعلق بأشخاص استفادوا أكثر من مرة من قطع أرضية في سياق محاربة دور الصفيح دون وجه حق. وحددت الوزيرة عدد المستفيدين أكثر من مرة من الوعاء العقاري المخصص لقاطني دور الصفيح في 14,000 شخص ضمنهم منتخبون كبار وسياسيون ورجال سلطة، وهو ما كشف عنه سجل داخلي للسكنة أشرف عليه الكاتب العام للوزارة، الذي قالت المنصوري إنه بات يخيفها بسبب طموحه السياسي وقوته الخارقة في العمل. ولفتت الوزيرة المنصوري خلال جوابها أول أمس الأربعاء على تدخلات إعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب أن حصيلة عدد الأسر التي استفادت من البرنامج الوطني مدن بدون صفيح قد بلغت 347,277 أسرة إلى متم يونيو 2024 بكلفة بلغت 45.7 مليار درهم، مؤكدة أن 117,505 أسر متبقية أي بنسبة 25% من أصل 465,000 أسرة تم إحصاؤها إلى غاية متم يونيو 2024. وزادت الوزيرة أن 24,804 أسر منها معينة بوحدات جاهزة وأخرى في طور الإنجاز، و 92,701 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز المندرجة في إطار برنامج بدون صفيح، فيما 11,938 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز التي لا يشملها برنامج مدن بدون صفيح.